ابني يا دوب اليوم لرجع لوعيه. بترجاكم ما ترهقوه بالأسئلة. طمني مدام، ما رح نطول معه كتير، رح نسأله كم سؤال وبس يا مدام. الأفضل إنكم تلبسوا هدول لأنه لسه جرح تبع المريض مفتوح. إيه طبعاً، رح تقلن إنك التقيت فيها صدفة وحبيت تحكي معها كلمتين بس، ماشي؟ وضليتوا هيك عم تحكوا وإنتوا عم بتقطعوا النفق مع بعض. وبالنفق فجأة وقفت مقابيلة، كنت داير ظهري وعم أحكي معها لهيك ما لمحت أخوها اللي كان جاي من وراي وضربني. ايه انت ما لمحته، بس لما ضربك اول ضربة درت وشك وشفته للمعي وراك، وقبل ما تدافع عن حالك عجل وضربك ضربة تانية، وبعد هيك ماني متذكر اي شيء. تماما، بدك تقول هالشي، ما بتنقص منه ولا بتزيد. المريض جاهز نفوت؟ ايه تفضلوا فوتوا. تفضل. فوت. أنا اسمي مو هون، ماني جاي لتفحصيني. أنا اسمي كريم أولغاز، زوجة لفاطمة أولغاز. تذكرتك، تفضل. ما رح أخذ من وقتك كتير، بدي أترك لهم رسالة لبيت رجدان. وليش جاي لعندي أنا بالذات؟ لأنه خايف ما يقدر أمسك أعصابي وامسكوا لعثمان الواطي ودب بخوانيقه. ليك أنا ما حبيت اللهجة اللي عم تحكي فيها، لا تكون عم توجه حكيك لإلي أنا. دكتورة شزا، أنتوا عم تحاولوا دلهونا لحتى تكبروا القصة أكتر وتقولوا إنه وضعه سيء. ما في شيء من هذا، وإذا في أنا ما عندي فكرة عنه. ما بيهمني، نحن عارفين لوين بدهم يوصلوا. اسمعي، بدي تخبريهن إنه نحن ما رح نتفاوض مشان قضيتنا أبدا، ولو شو ما كانت النتائج فاطمة ما رح تتنازل وتخضع لابتزازهم، ما رح تقبل العرض تبعهم. فهمتي؟ ليش هنن شو عرضوا عليكم؟ واصلينهم هذا الحكي بالحرف. شكلك ما فهمت علي، أنا مالي علاقة فيهم. لهيك عم تتابع القضية تبعهم؟ أنا كان بدي أعرف الحقيقة مو أكتر. شكلهم قدروا يضحكوا عليكي كمان. دكتورة شزا، الحقيقة واضحة، هدول الناس أزوها كتير لفاطمة، أزونا كلنا ولساتهم مصرين يأزونا لهلأ. إذا لساتك عم تحكي معه لعثمان، بدي منك توصلي له هذا الحكي. نحنا ما رح نتنازل وما رح يقدروا يبتزونا مشان لمعي. وبعدي عنه طالما سنحت لك الفرصة. أكيد أنت اخترتي هاي المهنة مشان تساعد الناس، مشان تداوي جروحاتهم، ومشان توقفي معهم لحتى يطيبوا. عثمان هذا جرثومة، آفي بهالبلد ما رح نخلص منها. لازم نحن نوقف بوشهم لحتى ما يقدروا يأذوا حدا تاني غير فاطمة. فهمتيني؟ بعدي عنه. وقع لي هون. شكراً لك. معافى إن شاء الله. شكراً لأنكم تفهمتوا الوضع تبعه. مثل ما شفت لساته تعبان شوي. ايه الدكتور فهمنا هالشي. نحن كل همنا أنه تبان الحقيقة والقانون يأخذ مجرى، مو حرام شاب أول عمره يروح ضحية مؤامرة دنيئة. لحد هلأ ما أنا متأكدين إذا رح يطيب على الآخر. طبعاً نحن رح نضيف هالشي لملف القضية، ما رح نمرق لهم إياها هيك أبداً. صدقني بيكونوا تخانقوا مع بعض. يتخانقوا ولا ما يتخانقوا شو الفائدة إذا نحن ما رح نستفيد منهم بشي؟ منير كريم رح ينزع الطبخة، ما رح يسمح لها لفاطمة تتنازل. لك ليش كل هالقد متشائمين أنتو؟ قدرنا نكمشها لفاطمة من نقطة ضعفة. أخوه الوحيد وما رح تتركه، بتعرفوا أنه ابن الصائل.
وأكيد هي شفقانة عليه من الحبس لأنه خطي، هو ولد صغير، لهيك رح تحاول تنقذه. أول ما فوضتها بالدعوة صفنت وما حكت شي، كانت عم تفكر. وميسر أكيد ما رح تسكت لهم، رح تضغط من طرفها. قلتك رح يوافقوا معه؟ رح يوافقوا وهنن عم يضحكوا ويلعبوا. يا ريت فيني يكون مطمن واثق مثلك. اطمن صهري وساق فيني، وبكرة بتشوف. عثمان ما رح يشتكي على أخوه لمعي، وفاطمة بالمقابل رح تسحب الدعوة. وبكرة عالساعة 2 بتكون بالقصر العدلي، رح تسحب دعوتها ورح يضل عنا وقت نلقط نفس. تأكد صهري. بنيته قوية ورح يتعافى بسرعة. حلو كتير. خلال كم يوم رح نخرجه من المشفى، إذا ما ظهرت عليه أي أعراض طبعا. طيب شكراً لك دكتور. عن إذنك. إذنك معك. مرحبا. أهلا وسهلا. الحمد لله اللي طالعوا على قطه هلأ. كنت عم بحكي مع الدكتور لأطمن على وضعه. الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. تفضلي فوتي دكتورة. تفضلي. الدكتور ما نبهك انه ما لازم انبسط كتير؟ مبين بعد كل اللي صار معك ما غير من طبعك. قلقتي علي ما؟ شكرا لك، يعني الحمد لله انه اكلت هالضربة على راسي لحتى عم اتصبح بهالوش واتمسى فيه. بس بتعرف شو عثمان؟ لحد هلأ ما عرفت ليش ضربك هالزلمة كل هالضرب. ليش رحت لتقابلها للبنت؟ مشانك انتي رحت، منشان اقدر اقنعها تغير رايها. قلتلك ما هيك؟ قلتلك رح خليها تعترف لك اني بريء. رحت منشان اقنعها تجي لعندك لتسمعيها من تمها. بس انت قلت للشرطة انكم التقيتوا صدفة. شو بدك يعني يقلن يعني؟ الكل مصدق حكي لفاطمة، والكل واقف بصفها للبنت، وانتي وحدة منهم. شو فيني اعمل؟ قول للشرطة اني رحت لعندها بس كرمال اقنع البنت اللي بحبها اني بريء. انا كنت مضطر اعمل هيك شي مشانك انتي، انتي اضطريتيني اعمل هالشي. خلاص لا تعب حالك. بتعرفي اني انا ما قربت منها ولا لمستها بس كرمال ما يتهموني بتهمة تانية. انا كنت حابب احكي معها بس هي فجأة صارت تعيط وتصرخ، ما قدرت اشرح لها شو بدي. بعدين بدون ما لاحظ أي شيء ظهر أخوها وما بعرف من وين إجا، وضربني بالكريك على رأسي كذا مرة وقعت على الأرض. وبتذكر إنه ضل يضربني حتى بعد ما وقعت. واعتقلوه للزلمة؟ إيه أكيد رح يعتقلوه طبعا، لأنه كان رح يقتلني. بس هو واحد متخلف، زلمة بسيط على نياته، والمسكين راح ضحية أخته. إيه شفت صورته بالجريدة، باينته كتير غشيم. هو مو بس غشيم وغبي كمان، أساساً لو ما كان هيك ما كان وافق إنه أخته تلعب كل هاللعبة وتدعي علينا بالمحكمة زور. شو بدنا نساوي؟ مصيبة وقعنا فيها، هيك قدرنا، فاطمة من طرف وجوزة لفاطمة من طرف تاني كمان. طيب وأنت شو رح تعمل؟ أكيد ما رح تسكت لهم وتخليهم يتمادوا أكتر من هيك. أصلاً صار فينا كل هاد لأنه نحن شفقنا عليهم جزا، خسرت سمعتي بسببهم. ليكي ليكي شو صار فيني هلأ، كنت رح أخسر حياتي كمان. الظاهر إني ما رح أشفع على حدا، خليهم ينالوا جزاتهم. طيب أنا صار لازم روح هلأ. لا تقابلي لهداك الزلمة. تصبح على خير. زيارتك إله عم ترفع له معنوياته. شكراً إليك. تصبحي على خير. وأنت من أهله.